السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فلوج جديد. كنتمنى انكم تكونوا كامل مزيان، كامل تكون صحتكم مزيانه. كما شفتوا غادي نصور لكم غير بوحدي، لان اكرام انتم راه عارفين دابا خاصه الشهر الاولى شويه يعني بدات يدخلها داك العياء، في نفس الوقت الاعراض ديال الحمل الى اخره. المهم غادي نكمل لكم انا الفلوج بوحدي. قبل ما نبدا في هذا الفلوج بغيت نشرح لكم، او في هذا الفيديو بغيت نشرح لكم واحد الحاجه. حنا اون فوا عرفنا الخبر ديال الحمل درنا هاد الفيديوهات اللي دابا نتوما كتفرجوا فيهم. مثلا درنا صورنا رياكسيون ديال الاهل ديالنا، وصورنا رياكسيون ديال الاصدقاء ديالنا، اكيد باش كامل نشوفوا الرياكسيون ديالهم، حتى نتوما بما انكم وليتوا اوفيسيالمون وليتوا العائله ديالنا اللي ميمكنش نفرقوكم. تخيلوا معايا، راه ديما كنكون انا واكرام تنقراو لي كومونتير ديالكم، تنحاولوا نجاوبوا على لي ميساج بزاف لي كومونتير، ديما تنحاولوا نقراوهم يعني قدر المستطاع. تخيلوا شحال تتفرحونا، تخيلوا شحال وليتوا جزء منا وجزء كبير، خاصه مؤخرا من بعد ما اعلنا على خبر الحمل، من بعد رياكسيون ديال الاهل ديالنا تلقينا بزاف ديال الميساجات، منهم مساجات اللي كيشكرونا، منهم مساجات اللي كيباركوا لينا، منهم مساجات اللي كيعطيو الاكرام نصائح، بزاف ديال الميساج. عرفتي كاين شي ناس اللي فرحوا لينا، عرفتي اكثر من شي ناس كنعرفوهم يعني قراب لينا، عرفتي شكرا بزاف والله. المهم الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا الرياكسيون ديال الاصدقاء ديالنا اللي كنا صورنا هذه شحال، ولكن ما كناش درنا له هذا الانترو، وفي نفس الوقت ما كناش مونطيناه. اليوم غادي نمونطيوه كيف ما وعدناكم اننا غادي نبقاو نحطوا الاربع وغادي نحطوا السبت. واخا اكرام تكون عيانه، انا غادي نحاول ما امكن انني نحط لكم شي حاجه وما نخليش هذا النهار زعما نوفيو بالوعد ديالنا. اول رياكسيون اللي صدمتنا واول بنت اللي عرفتها بحكم انها قريبه لينا بزاف هي فاطمه صاحبه اكرام، وفي نفس الوقت صديقه ديالي بزاف. من بعد ما اننا خبرناها بالخبر عرفت راه ما كنتش متوقع نهائيا ديك الرياكسيون ديالها، خاصه ما عرفتش راه الانسان واخا يكون كيف ما كان زعما كيكون داك الخبر، ولكن ديك الطريقه باش استقبلاته وكيفاش بكات. المهم انا غادي نخليكم مع الفيديو باش ما نحرقش لكم الفيديو. اوكي شوفوا شكون معنا. كيف العاده بنيتهم بلاتي قبل ما نبداو، فاطمه جبت لك واحد الكادو. صح الله، او ماي جاد، ما تضربينيش. ترى تبكيني ايولا دوبلجي. قلت لك كنت الدار كانت حاسه الصباح، قالت لي حسام شوف، لكن ايك صيفط لي اي، لكن لا صيفط لي دوبل فيكم، صيفط لي دوبل فيكم كلينيكس. سي سي كسا نحرق لك، كسا نحرق لك هذا سميتو المفاجاه. المفاجاه يا ربي اخيرا عرفتي الصباح كنقول يا ربي هاد الشيء. كنت كنقول لك انا الصباح، كنقول لك الصباح قال لي ماشي نورمال. لا قلت له انا، قلت له انا ماشي نورمال، كنحس براسي ماشي جاي. وجدي راسك وجدي لي كوش انا دابا نمشي نهز حوايجي. ولكن عرفتي شنو هو الخبر السعيد؟ هو اللي غادي تقول لي ماما كذاب، ولا تصون عليها، والله الا بقيت قايمه غير نديرو. نصوني على ماما فاطمه الزهراء. فمي ضرني، كلشي ضرب لي بالضحك، كنهضر معاها الدموع، كنهضر مع كنقولو يا ربي وهاد الشتا اللي كتصب يا الله. خالتي ماما حداك، دوزي هي اللي عافاك. الو كبيده، عندي لك واحد الخبر. اكرام حامله. ايه تستاهلي يا خالتي، تستاهلي، دعاو بك تقبلوا. نعم اماما ودوزي، انا قول لها طول عمرك وعمرها، بغيت لها
خالتي شكرا. ربي خليك يا خالتي شكرا والله العظيم عارفه اللي كاين. شكرا خالتي شكرا بزاف. كيف ما شفتوا شكرا فاطمه بزاف والله زعما ردت الفعل اللي دارت زعما ما كنت متوقعها نهائيا. شكرا اختي الله يخليك لينا. ثاني رياكسيون غوتنا على اسيه باش نديروا ليها المفاجاه ونفاجئوها، ولكن باش تصدمنا هو انها جابت معها حنان. كنا بغينا نقولوها كل وحده نقولوها لا بوحدها، ولكن جاوا مع بعضياتهم وضربنا عصفورين بحجر وكانت هذه هي الرياكسيون ديالها. قولي لها بحال الطاقيه. واو شكون رسم هذا الشيء؟ شكون رسم هذا الشيء؟ موا. قولي والله ولا شوفي واش بديتي كترسمي الريحه نتوما كانت هذه الرياكسيون ديالهم. شكرا بزاف حنان، شكرا بزاف اسيه. اسيه ثاني عاود من يعني من المقربين لينا. حنان يلا عرفناها مؤخرا واكيد حتى ولات من المقربين لينا بحكم اننا خدامين مجموعين خدامه في البروجي ديالنا. زعما الفرح اللي كتشوف في عيونهم، الفرح اللي كتشوف زعما في قلبهم، وكل واحد تيبقى يعني كيبقى يقول انا اللي غنكلو ولا غنهزو، انا اللي كذا دعي معايا هذه الى اخره. كتحس باللي راه واخا اصدقاء ديالك واخا يعني بعادن عليك، وانما كتحس انهم قرابن يعني عائله واحده، فهمتوني؟ وكانت رياكسيون ديال حسام ثاني عاود صدمني. انا بعد حسام صدمني، حسام ما كنتش متوقع بحال هكا، كنت متوقع يضحك. انتوما عارفين حنا الدراري كنشدو في بعضياتنا، يعني مثلا تتقول له كبرتي شرفتي صافي غادي تزاد عندك ولد اولا بنت الى اخره، ممكن يكون بيناتنا حنا داك. ولكن كانت رياكسيون ديالو انا بعدا صدمتني. المهم يلا لقيتونا دابا مشينا للكارفور تلاقينا مع حسام وتشا فاطمه. فاطمه ديجا راه مشات معنا رشوا ديجا في البلوك. سلام انا مخلوعه بحال اللي حاش حاجه شوف. ويلي خليك شحال بيا صحاب نقولوا عازل قال لك تحس شي حاجه توقع كتبكي تقولي اش كتبكي مبروك والله الا فرحتي الله يحفظك اخي حسام قبالك ان شاء الله. اي 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 صاحبي 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 كاين شي صاحب لي عتبكي يا حسام اخوه انا وصاحبه وصديق الروح نسمع الكيس اوكي ديك والله يفرح خير اخويا عقبالك ان شاء الله صافي خديت الزوج انا بقيت كنزوج. المهم كانت هذه الرياكسيون ديال حسام. واخر بنت علمناها كانت هي حفصه الصديقه المقربه ديال اكرام،
واللي كاع الناس اللي كانوا كيتبعوا اكرام هذه شحال كانت ساكنه حفصه هي واكرام وهما ديجا اصدقاء يعني من يوم ما تشرع بالقصيره قراو مع بعضياتهم وبيناتهم استوار زوينه ومنين علمناها تخيلوا معايا ثاني عاود فرحات وما كرهتش كاع وجات عندنا في هذيك الليله باركتنا وعنقت اكرام وجلست معنا الى اخره. كنشكرك حفصه من كل قلبنا وانا خليكم مع الرياكسيون ديال حفصه. لا بس الحمد لله انا رمصونيا لك غير باش نقول لك شي حاجه. نقول لك انا واحد حاجه اخرى سناي بنت تنحلم بيك البارح قسما على ضمني بنت تنحلم بيك. حلت عليا صافي غدا غدا يدوزك حل. دابا شنو وقعتيني لامك شنو؟ بلاتي بلاتي امين الزين عقباليك اختي. امين اختي الله يبارك فيك اختي الله يحفظك. اوكي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كانوا هادو هما لي رياكسيون اللي قدرنا نصوروا زعما ما كرهناش نصوروا لكم بزاف ديال رياكسيون ديال الاصدقاء عندنا بزاف ديال الاصدقاء ولكن بحكم اننا ساكنين في طنجة وبعدنا عليهم كاين اللي في قنيطره كاين اللي في كازا كاين اللي في بالقصيره كاين اللي في بزاف ديال البلايص دونك ما قدرناش نصور لكم كاع لي رياكسيون. كان هذا هو الفيديو قبل ما نختمو كنبغي نعاود ونقول لكم كاين واحد الصداع بعدا ما ديوش على هذا الصداع هذا كيف ما قلت لكم بغيت نشكركم بزاف واكرام قلت لي يا حسام اون فوا تصور هذا لا فيديو حاول ما امكن انك تشكر الناس بزاف وتقول لهم باللي راه كيف ما كتبغيونا نتوما واخا ما كنشوفوكمش واخا نتوما بعادنا علينا واخا ديما حنا كنكونوا من مورا الكاميرا ولكن نتوما راه عزاز علينا لواحد الدرجه اللي ما تتصورش راه ما تصوروش لي كومونتير ديالكم الزوينين راه شحال تيخليونا اننا نكونوا فرحانين بزاف لواحد الدرجه اللي ما تتصورش. وكيف ما كتشوفوا حنا في هذه الوقيته كنحاولوا ما امكن اننا نيفيتيو اي حاجه تكون سلبيه في حياتنا ونفكروا ديما بايجابيه وخاصه في هذه الاشهر الاولى بالنسبه لاكرام ولي كومونتير ديالكم كتقراهم اكرام يعني واحد الحاجه اللي بالنسبه ليها راه ملي كتقرا الكومونتير ديالكم راه كتفرح كتفرح نتوما عارف الانسان في هذه الفتره محتاج اي كلمه انها تفرحه. شكرا بزاف كان هذا هو الفيديو ديال اليوم شكرا بزاف كنبغيكم من قلبنا والسلام عليكم.